تنوع هائل في لائحة الحلويات العربية واختلاف بالأشكال والنكهات وأحيانا بالمسميات من مكان لآخر، والتي من الممكن أن يصل عمر توارثها إلى مئات السنين، وهي معروفة لدى فئة قليلة من الناس. إحدى هذه الحلويات الكنافة الرملوية، المزيد عنها في التقرير التالي. الكنافة الرملوية أو العربية نوع آخر من الكنافة التراثية القديمة، والتي ربما لا تكون معروفة لدى الكثيرين من الناس، والتي كانت تصنع في مناطق الساحل الفلسطيني وتحديدا في مدينة الرملة ومنذ ما يزيد عن 200 عام، والتي تختلف كليا عن الكنافة النابلسية المشهورة. الكنافة الرملوية هاي بتختلف عن الكنافة النابلسية المعروفة اللي فيها جبنة. الكنافة الرملوية جوز وسنوبر وسمن بلدي، وبتتاكل باردة ما بتتاكل سخنة، وهاي بتتقدم بالمناسبات الدينية، بالمولد النبوي، برمضان، يعني مشهورة على أهل الساحل الفلسطيني بشكل عام. بلاد الشام تسخر بأصناف متعددة من الحلويات، ففي الأردن إلى جانب الكنافة تبرز اللزاقيات، وفي فلسطين الكنافة لا بديل عنها، وإذا ذهبنا إلى سوريا فزنود الست حاضرة، ولعل حلوى عش البلبل حاضرة على المائدة اللبنانية، إلا أن الكنافة النابلسية هي الحلوى الأشهر في المنطقة. كانوا أول إشي يعني أهل الساحل الفلسطيني، أهل الرملة، أهل غزة يعرفوها، أما هلأ ما شاء الله يعني صارت جميع القرى والبلدان والمحافظات يوصوا منها عشانها من يعني مفيدة، يعني كلها جوز وسنوبر وسمن بلدي، والمواد اللي بتنصنع منها كتير يعني ما شاء الله مواد بنختارها بعناية فائقة. في خلطة الكنافة الرملوية اللي خاصة فينا احنا بنعجنها وبنخلصها من الطحين والسميد والشغلات اللي زي هيك. بعدين يعني زي ما انت شايف السنوبر، الجوز، السمن البلدي، هاي المكونات الرئيسية تاعتها. وبالرغم من أن الكنافة مرتبطة ببلاد الشام، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن الحلوى الأشهر في المنطقة تعود للدولة العثمانية التي حكمت المنطقة لقرون عدة، ونابلس جزء منها، ومن هناك بدأت التعديلات على الكنافة حتى وصلت إلى ما نراه ونتناوله اليوم. سفيان داود، رؤيا